إذا هذا ماشي قانون التحرش الجنسي، قانون العنف، قانون لحماية النساء من العنف في الفضاء العام والفضاء الخاص. والتحرش الجنسي هو جغير في بعض الفصول اللي يتجرم التحرش الجنسي في الأماكن العمومية بما فيهم الشارع. إذا هذا القانون هذه تسمى بقانون التحرش الجنسي لأن هذه الإضافة اللي جا بها، هي أن التحرش الجنسي كان في القانون الجنائي مجرم في أماكن العمل، اليوم أصبح مجربا في الشارع. وحنا سنعرفوا بأن ظاهرة التحرش الجنسي وظاهرة الاغتصاب أنها من الظواهر اللي ولات متفشية في المجتمع المغربي، أن الفضاء العام أصبح فضاء ذكوري، بأن الرجال تعتبروا هذاك الفضاء هو الفضاء ديالهم وبأنه مش فضاء ديال النساء، ولا تصعب على النساء أنهم يتحركوا بحرية في الفضاء العمومي. إذا هذه الظاهرة وتفشيها في المجتمع المغربي جعلت أن المشرع وهو يصدر قانون لحماية النساء من العنف أنه يفكر في محاربة هذه الظاهرة بالتجريم ديالها. العقوبات هي تتراوح ما بين شهرين إلى 5 سنوات حسب الظروف، حسب الممارس التحرش، إذا كان من الأصول من الأقارب. كاين شيء جديد واللي هو مهم، هو ديال التحرش عبر الوسائل الإلكترونية وعبر السوشيال ميديا وعبر هذا. إذا هادو كلهم من الأشياء الإيجابية اللي جا بهم القانون العنف، ولو أنني تنتحفظ دائما في كلمة قانون لأنه هو لا يسمى إلى قانون، لأنه ما تتوفرش فيه الشروط والمعايير الدولية ديال القانون بمعنى كلمة القانون. هو متمم، هي مقتضيات متممة ومغيرة للقانون الجنائي. الاغتصاب العقوبة في القانون الجنائي قبل ما يكون القانون كانت تصل إلى 30 سنة. هذا ما منعش بأن الاغتصاب متفشي في المجتمع المغربي وأن هذه الظاهرة احنا تنشوفها غدا وتتزايد. إذا العقوبات وما يؤخذ على هذا القانون هو أنه جاء أكثر منه جذري، أكثر جذري من حمائي ووقائي، لأن هذه الظاهرة خصها أولا وقاية والحماية، وان اشنو اللي وجدات هذه الدوله اللي دارت هذا القانون لمواكبه هذا القانون. اولا احنا سنعرفوا بان في القانون الجنائي اللي كان ما تسعفناش دائما، والمشكل اللي كان مطروح عندنا هو مشكل وسائل الاثبات. اليوم كيفاش غادي نثبتوا هذا التحرش في الشارع العمومي؟ ثانيا كاين المشكل ديال ان الفصل تيقول كل من امعنا، كل من أمعنا. إذا كيف ستترجم كلمة أمعنا من طرف القاضي الممارس؟ واش أمعنا هي أنه مرة وجوج وثلاثة عاد كانت تعتبروها جريمة؟ واش بمجرد إذا تبقى التطبيق هو حنا تنقولوا على كل شيء هو بداية، لازم ناخذوا الإيجابيات ماشي غير السلبيات من الشيء. هذا هو بداية، ولكن اليوم الدور ديال المجتمع المدني، الدور ديال الممارسين بما فيهم القضاة بما فيهم المحامون في التفعيل وتطبيق هذا القانون تطبيق سليم، لان نشوفوا مرونه في الاثباتات، نحاولوا نشوفوا وسائل الاثبات اللي هي وسائل حديثه لتتمشى مع الظاهره، اننا العقوبات وحدها غير كافيه. هذا النقاش إذا جينا نرجعوا النقاش ديالو، هو بدأ نقاشه في أكثر من 10 سنوات، لأن احنا كنا ترافعوا من أجل قانون يحمي النساء في الفضاء العام والخاص في الجمعيات النسائية. في المرافعة بدينا أكثر من 10 سنوات، احنا توبة تعرفوا بأن 5 سنوات هو كان أمبلوكاج ديال هاد القانون، كانت عدة مبادرات في وزارات أخرين ديال هاد القانون. إذا النقاش ديال القانون يحمي النساء كان نقاش قديم جديد. صدر هذا القانون بما له ما عليه، وهو ما كيسموش الانتظارات للنساء ولا الجمعيات النسائية،
الا اننا تنقولوا هذا القانون بما له وما عليه، والنقاش اللي كاين فيه اليوم والنقاش اللي انا من وجهه نظري لانه خصو يكون حقيقي، هو ان المعركه مستمره في من اجل تحسين هذا القانون، ولكن المعركه الكبيره والتحدي الان هو في تطبيق هذه المقتضيات الجديده اللي جا بها، ولا سيما فيما يخص التحرش تطبيقها سليما. الرساله اللي سنوجهها للحكومه هي ان طموحنا تحسين هذا القانون، الطموح الثاني هو مواكبه هذا القانون، لان قانون بدون مواكبه ما يمكنش يعطي نتيجه. أن يكون واحد التحسيس بهذا القانون، أن يكون تحسيس للشباب، لأن ماشي مجرد نقولوا للشباب راه حنا غادي نعاقبكم وراه كاين السجن. بصح هو العقوبات والقانون يربي، ولكن لابد من مواكبة بتحسيسات، أن السلطات القضائية والسلطات المختصة وما فهم الشرطة أنهم يتفاعلوا ويتعاملوا مع هذا القانون معاملة سليمة. كان كل واحد من وجهات نظره، كاين اللي تتعتبر بنشوف كش زين تحرش، لان الفضاء العام مديور ماشي باش يتغزل فيه هذا الاداء. الفضاء العام هو فضاء اللي باش لان الانسان يتحرك فيه بطريقه بحريه. يمكن العنصر الذكوري تيبان لي بان هذيك القضيه اللي تيقول هي ماشي تحرش، ماشي سبه، ماشي، ولكن راه النساء غالبيتهم راه ما تياخذوش هذيك ما نشوفكش الزين بطريقه ايجابيه. لان انا تنعرف عده من الشابات تقول لك عطيني الثقه، ما يقول لي لا زوينه ولا خايبه، خليني غير نمشي في الشارع كيف ما بغيت بحريه. من لبست ولا ما لبستش، ولا كنت لابسه ولا كنت حاطه، ولا كنت خايبه ولا كنت زوينه، بحال لان علاش الذكور ما تيبقاش فيهم الحال؟ كان ذكر زوين ما تيقولش لك على انا افتقدت ان انت واحد ما تيقول لي انت زوين، ولا نجربوا ان يكون غادي في الزنقه ويبداو يقولوا لي البنات ما نشوفوكش زين، اشنو هو رد الفعل اللي غادي يكون عنده؟ اذا هذا هو المنطق اللي خصنا نشوفوا به. اما هذاك التعليقات، بعض التعليقات وبعض الفضاءات ديال بعض الاشخاص اللي من وجهه نظرهم، مع احترامي لوجهه نظرهم، انهم تيشوفوا يمكن هذاك التغزل في النساء، كاين احنا ما تنقولوش لا ما يكونش العنصر الذكوري ولا العنصر النسائي وما يكونش التغزل، ولكن كاين طرق حضاريه، ماشي هي الشارع تكون دايزه غاده حاضره راسها عملاهاش عندها من مشاكل وتغزل فيها. طرق حضاريه، كاين وسائل حضاريه اللي يمكن يتغزلوا فيها البنت او الولد في بعضياتهم، ولكن الفضاء العام يجب ان يحترم، يجب ان يعتبر هو فضاء لجميع الاشخاص، المعاق الفضاء خصو يكون ديالو، فيه الوسائل اللي تديرو نساء رجال اطفال، هذاك فضاء لجميع الاشخاص، لازم كل واحد يحترم الاخر. هذه حريه شخصيه، يغض النظر، حريه شخصيه ديال النساء انهم يلبسوا اللي بغاو. حريه علاش احنا علاش تنقولوا الفضاء هو الفضاء لجميع النساء، لجميع النساء ولجميع الرجال، ويلبس الراجل يلبس الشورت، ما علاش الدول الاوروبيه تجاوزت، علاش لا يثيروا الرجال لا يثارون في الدول الاخرى بلباس النساء اللي بعض المرات يبان لك النساء ما كانش حتى في المغرب ما كانش ذاك اللباس، علاش؟ لانها ثقافه، لانها تربيه. هذه الثقافه والحموله ديال الفكر الذكوري المغربي، قال ان لا البنت ما عندهاش الحق ديال انني انا عندي الحق في الفضاء العام، انني عند في الفضاء الخاص نحكم في امي واختي، وفي الفضاء العام نحكم في بنت جارنا وفي هذا، وفي الزنقه نشوف البنت اللي نلقى اي سبب ديال لابسه شورت ولا لابسه ميني جوب ولا لابسه كسوا هذا باش ما شغل حتى واحد في حتى شي واحد، كل تيمشي في الفضاء كيف ما بغى. كاين قانون، كاين دولة، كاين مؤسسات هي اللي تتنظم المجتمع، إذا نخليو المؤسسات تقوم بدورها. الشعب ماشي هذا هو دوره، الشارع اللي في الشارع ماشي هذا هو دوره.